والساعة غيب. سأل أعلم الملائكة جبرائيل أعلم الخلق من البشر نبينا صلى الله عليه وسلم عنها، فقال فكان جوابه قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن علمي وعلمك فيها سواء، لكن الله عز وجل أخبر عن بعض أماراتها، وكذلك أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. فقول الله جل وعلا أكاد أخفيها إشعار أنها لم تخفى بالمرة، والله يقول: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لجبريل: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، سأله جبرائيل عن أشراطها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضها. وهذا يوم عظيم سمي باليوم الآخر، لأنه لا يوم من جنسه بعده. والحديث عنه ربما يطول، لكننا نجمله في أن الله يحشر الناس على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها طرفة عين، وليس فيها معلم لأحد. يخرج الناس من قبورهم قد عادت إليهم أرواحهم، لا تخطئ روح جسدا خرجت منه، ينزل ماء من السماء كمني الرجال، ينبت تنبت الأجساد، فإذا استوى نباتها جاءت الأرواح، أرواح المؤمنين من عليين وأرواح الكفار من سجين، تلتئم الروح مع البدن، تدب الحياة في النفس، يمسحون الموت عن أعينهم كما يمسح أحدنا النوم عن عينيه، يسبح المؤمن والكافر. قال الله عز وجل: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يخرجون أول الأمر لا يدرون أين يذهبون، يتقدمهم إسرافيل يتبعونه. قال الله: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يأتون على أرض بيضاء نقية، تشقق السماء بالغمام كما أخبر ربنا الملك العلام، قال جل ذكره: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، يحشرون عراة غير منتعلين، يحشرون حفاة غير منتعلين، يحشرون عراة غير مكتسين، يحشرون غرلا ما أخذ منهم يعود إليهم، يحشرون بهما ليس معهم من متاع الدنيا شيء. قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال في الأعراف: كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ينزل ربنا، يجيء ربنا مجيئا يليق بجلاله وعظمته، يفصل بين عباده ويحكم بين خلقه، فريق في الجنة وفريق في السعير، تنصب الموازين، يعطى كل واحد صحيفة عمله، هذا يأخذها بيمينه وهذا يأخذها من وراء ظهره عياذا بالله من ذلك. ثم ينصب الصراط على ظهر جهنم، لما خلقه الله عز وجل خلق الميزان وخلق الصراط في آن واحد. رأت الملائكة الميزان هالها أمره، قالوا: أي رب من تزن في هذا؟ قال: أزن ما شئت من أعمال عبادي. قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فخلق الله الصراط، قالوا: أي رب من يجيز على هذا؟ فقال الله جل وعلا: يجيز عليه من أشاء من عبادي. تطلق الرحم والأمانة على جانبي الصراط، يمر الناس، الرحم والأمانة كلاهما يشهد لمن كان ممتثلا للأمانة ممتثلا للرحم، يشهد له بحق حتى يعبر الصراط. ويعطى الناس نور كل على قدر أعماله، هذا يعطى نور كأجاود الخيل، وهذا يعطى نور كالبرق، وهذا يحبو حبوا، وهذا يمشي مشيا، وهذا تخدشه النار فيسقط. قال الله عز وجل في مريم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هذه آيات خمس تجمل ما يكون على الصراط. ثم قبيل الجنة، على قنطرة قبيل الجنة يحبس المؤمنون وقد جاوزوا الصراط، فالأمر محكوم لهم بالجنة، لكنهم يحبسون على قنطرة، ف يكون منها أنه ما كان في قلوبهم من غل ينزع حتى يدخلون الجنة وقد طابت أبدانهم وطابت أنفسهم. قال الله عز وجل:
عن أهل الجنة أن الملائكة تناديهم بقولهم سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين، فلا يدخل الجنة إلا من طابت روحه وطاب جسده، فيكون أهلا للنعيم الخالد والعطاء الباقي من رب العالمين جل جلاله. قال الله في هود: وأما الذين سعدوا وفي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ثم